السلام عليكم، وياكم حسين انجل. اليوم شرحنا على ستار فينيش. طبعا الحمد لله، طبعا كان صغار مخاليف مثل ما واضح بالصورة انه هاي الطائرة وهذا الفحل. واللي عنده سؤال يبين يدرك شلون الطائرة من الفحل ان شاء الله يكتبنا بالتعليق. طبعا اليوم مفاجأة ما تقول، لان ان شاء الله عن قريب اي بيضة لا مات العش زين، وان شاء الله نحن بعدها صغار كانن نسوهم كملن تصفية الريش، يعني حتى جات البيضة كاملة فما حبي اتصوركم ياهم من كانوا هن شوية زين. والحمد لله هذا طبعا ستار فينيش من اصعب الانتاج، يعني ينتج شوية كل الصعب، ان شاء الله عن قريب ينتجوا وانا اواصلكم كل شيء كل شيء ان شاء الله، من يبيض ومن يفرخ واي معلومة اي استفسار انا حاضر. مع السلامة، ان شاء الله اشوفكم حلقة ثانية.